مساء الخير عليكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم انت اجمل مع سمر. النهارده معانا ضيف يعني حاجه كده كلنا بنحبها. النهارده معانا ضيف مميز جدا وهيكلمنا عن حاجه مهمه جدا جدا في بيوتنا. النهارده معانا المبدع صانع البهجه في البيوت كلها، معانا متخصص وفني في ديكورات المطابخ، صاحب براند دكتور كيتشن في مدينة الإسماعيلية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم، نورتنا وشرفتنا النهاردة. نورك يا فندم، الله يبارك لك. يا رب تكون حلقة مميزة وكل المشاهدين يستمتعوا بيها ويستفيدوا منها إن شاء الله بإذن الله. طبعا احنا عايزين ندخل في الموضوع على طول، ان البنات كلهم والسيدات بيهتموا دايما بالجمال عموما في كل حاجة، المطبخ عامة أساس البيت. أولا هم بيهتموا أولا بنفسهم الأول، تمام. وبعد كده بيقولوا لا احنا خلاص خلصنا كل حاجة، تمام. عايزين بقى نخش نشوف بيتنا ازاي نخليه جميل، ازاي نخلي الدنيا كده شكلها حلو حوالينا ونحب نشوفها دايما مترتبة ومتنظمة وألوانها متناسقة. طبعا وأهم حاجة في البيت المطبخ، اكيد طبعا هو يعني ده اساسي. المطبخ ده المفروض يعني احنا بنشوفه من اجمل الحاجات عندنا في البيت، تمام يا فندم. فبما انك فني ومتخصص في ديكور المطابخ، تحت امرك. عايزين نعرف من حضرتك اولا. برحب بيك جدا طبعا وبوجودك معايا، نورتني وشرفتني جدا. احنا عايزين نعرف بقى ايه اكتر الالوان استخداما في المطابخ؟ هو يفضل يكون الفواتح للمساحات، تمام. اللي بتظهر مساحات الفواتح. طب احنا الاول هنشوف الفيديو، وبعد كده هنرجع نكمل مع حضرتك تاني. نشوف الفيديو كده ونكمل بقى كلامنا تاني. بسم الله. انا وائل ابو فارس، صاحب ورشه المونيوم مطابخ وابواب وشاليه برضه، وبنشتغل في كل حاجه من حاجات الكرسي الامتياز زي الشحصيره والفيكي بيسيه وتركيبات اي حاجه برضه من جميع الاكسسوارات اللي احنا شغالين منها. انا معرضنا ان شاء الله في شارع غابه في قطاع مستشفى مع غابه حي السلام، وورشتنا في ظهر المدينه برضه هنا، ومكتبنا برضه في ظهر المدينه. دلوقتي هنعرض لكم خاماتي وشغلي في مجال او المطابخ عامه، بالنسبه للخامه كان كلادن او يو في او اكليريك او كلادن او ايا كان، خامه بوليلات لما بلس اي حاجه ان شاء الله موجوده عندها في المعرض. لو مش موجوده كخامه معروضه هتبقى موجود منها عينات. هبدا بالمطبخ ده يمين المحل ان شاء الله. في حوامل كاسات زي كده، رشاقه الهيدروليك بانواعها برضه، في منها كذا نوع واسعار، بتحط الطباق وبتتعامل مفيش اي مشكله. لو في ديزاين بعد ما بتخلص بتعرف سهل خالص مفيش اي حاجه. بص حوامل كاسات بتعلق، حوامل مكات لبانه، حوامل مكات على رخام، كل حاجه ليها مناديل، سكاكين، كل حاجه ان شاء الله ليها رفوف وليها حاجات موجوده ستانلس شكلها جميل وبسيطه واسعارها كويسه برضه خالص. انا اتكلمت عن شغلي وخاماتي اللي انا بشتغل بيها او اللي انا بحاول ان انا اميز نفسي بيه كواحد يكون شغال لاهالي برضو بالاخص، غير الشغل المقاولات للاهالي بيبقوا عاوزين حاجه اللي هي الحاجه العموله اغلبتهم. فالمسافه الناس لما تيجي تقول المتر، بتقول المتر فوق وتحت، في ناس بتقول المتر مربع، فالمتر فوق وتحت. طب انت متر مثلا سيان ب 2000 جنيه، طب هو مقاساته ايه؟ ما هو كل حاجه ليها مقاس، ما هو فوق برضه بيبقى ليه ارتفاع وتحت ليه ارتفاع، وفوق بيبقى ليه عرض وتحت ليه عرض. فتحت بيبقى الارتفاع ستاندر كده كده 90، فوق المفروض ان هو المفروض ان مقاس المطبخ بيكون 60 في عرض 35.
اهلا بيكم مشاهدينا مره تانيه، ومعانا مره تانيه استاذ وائل سيد عبد التواب. اهلا بحضرتك، بصراحه الفيديو فوق الرائع وشغل حضرتك جميل جدا جدا بجد. دي حاجه طبعا مش صور بس، ده طبيعي وده شغل حضرتك فعلا. ده في معرض يا فندم؟ ده في معرضك وده شغلك فعلا. يعني هو كان الاول كل الناس بتشتكي ان الطبيعي او الصور غير الحاجه الطبيعي، يعني بيفوجئوا ان المطبخ ده بعد ما بيركب بيكون التشطيب مش نفس التشطيب وفي لخبطه وكده يعني. فانا حليت المشكله دي بالنسبه لي في اسماعيليه، ان انا الحاجه كل الخامات عندي في معرضي ونفس التشطيب، ممكن يكون احسن لكن مش اقل ان شاء الله يعني. تمام. الخامات كلها محترمه وكل حاجه تمام ان شاء الله. نرجع لسؤالنا الاولاني خالص، ايه اكتر الالوان استخداما في المطابخ؟ يعني ايه اكتر لون اقول اللون ده يعني مطبخ؟ تمام. هو اولا هي بتبقى اذواق، يعني لازم يكون في اختلاف في الاذواق عشان يكون في شغل في كذا لون وكذا شكل. بس احنا هنتكلم في الالوان المستخدمه بالنسبه للمساحات، يعني مثلا لو حد عنده مساحه ضيقه فاللون لما بيكون غامق بيضايق اكتر. المفروض ان المساحات الضيقه بيكون الالوان بتاعتها معروفه، هم اربع الوان تقريبا يعني. تمام. الابيض، البيج اللي هو الرمادي او الرصاصي، والخشبيات الفواتح. دي الوان المساحات الضيقه. ده في المساحات الضيقه عشان يظهر المطبخ اكتر. تمام. طيب لو في مساحات كبيره، يعني احنا بنشوف مطابخ كبيره جدا، كبيره يعني كبيره. تمام. زياده عن اللزوم. المطبخ لما بيكون كبير بيكون من حظ الست، يعني المطبخ كل ما بيبقى كبير كل ما بيبقى فرصه للست انها تبدع. ده نعمه المطبخ الكبير ده. المطبخ لا مؤاخذه يعني احنا عندنا في المطابخ في مطبخ بيكون مطبخ عادي، وفي مطبخ لا مؤاخذه بنقول عليه احنا كصنايعيه بنقول عليه مطبخ فرجه، يعني مطبخ للشوف او للاستمتاع بالحاجه الحلوه او الاشكال اللي فيها او مميزه او الكلام ده كله. فعشان كده احنا برضو بنطور وبندور ان احنا ممكن مثلا نعمل حاجه مثلا بشغل تاتش بريموت كنترول بالمجرد بالاحساس، الكلام ده كله بنجري فيه ان شاء الله، وان شاء الله هيبقى معرض قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب استاذ وائل، احنا عندنا طبعا عاده في البنات والسيدات هم بيفضلوا المطابخ الواسعه. تمام. وحضرتك لسه بتقولي ان المطبخ الواسع ده للفرجه بس. أيوة طبعا. يعني هو بس منظر جمالي، مجرد ان واحد بس يتفرج عليه ده في حد ذاته برضه هيكون بيريح نفسيا يعني. اكيد هو انا بحاول على قد ما اقدر برضه موضوع المطابخ دي، كان الاول بنرسم على الورق او الكلام ده، ما عادش. انا دلوقتي بعمل مطبخ 3D، باخد بصور المطبخ بدخله على البرنامج بمساحات، بطلع مقاس الظرف زي ما هيكون طبيعي، بدل للعميل الصوره للمطبخ بتاعه من جميع الاتجاهات بنفس مقاس الظرفه بنفس مقاس الالوان، بيجي هو بعد كده بيعدل، ببعت له اول مره بعد كده بيرجع يبعت الصور بيعدل فيها، مثلا خلي دي غامقه دي فاتحه دي ابيض دي اسود، بينسق كل حاجه على ذوقه لحد لما بستقر على الصور وكله بيبقى تمام وعلى سكنه ببتدي اشتغل. بالتالي العميل بيستلم مطبخه على الصوره. طيب. يعني ما بيكونش في اي اختلاف، يعني اللي هو نفسه فيه كله اتعمل، وانا برضو بشتغل على الصوره، يعني انا في مطبخي في ورشتي بشتغل على الصوره، وفي التركيب برضو ما بركبش مثلا بروح احط المطبخ خلاص، لا ده انا بنظم، وممكن التركيب ياخد معايا يوم او يومين، اللي هو انا بنسق برضك بظبط، ممكن تكون في حته في حيطه فيها شطره فيها مشكله بحلها برضك، والكلام ده كله ان شاء الله. تمام. برضو البنت برضو ما زالت بتفضل المطبخ الواسع، هل المطبخ الواسع ده طبعا احنا عندنا في ظروف المعيشه وكل شاب مش قادر ان هو يجيب شقه كبيره، وحتى لو ايجار، وحتى لو ايجار الشقه لا ايجارها غالي، فبيضطر غصب عنه ان هو يلجا للشقق، وطبعا مساحتها بتكون ضيقه، وبالتالي المطبخ بيكون حاجه صغيره جدا. تمام. فحضرتك بتحل المشكله دي ازاي؟ ومع العلم ان العروسه بيبقى نفسها في مطبخ يتعمل عموله على مقاس المكان بتاعها الصغير، او بس المطبخ مشكلته صغير، بتحلها ازاي بقى؟ محلوله بيبقى ليها لا مؤاخذه مثلا بنغير في الادوات الكهربائيه، مش لازم يكون البوتاجاز، بنجيب مثلا الفرن لوحده، بدل ما يجيب فرن 90 بنجيب فرن 60، بنجيب بوتاجاز مسطح بنحطه في مكان مثلا لا مؤاخذه معين جنب الحوض مفيش اي مشكله منه، بنوفق المقاسات ونوفق الحاجات بحيث ان هي تشتغل. الجزء العلوي بنحاول ان احنا مثلا ما بنعرضش في الجزء بتاعه اللي هو العرض الخارجي بتاعه اللي من الحيط، بنحاول ممكن نعملها رفوف بس، وتحت بننظم كل حاجه وبتبقى جميله ما فيهاش اي مشكله، يعني نعمل حاجات زي كده وحلينا فيها مشاكل. وبرده يفضل ان يكون من قبل السباكه او الكلام ده كله بيشور الفني اللي هو هيعمل المطبخ او حد مثلا يكون متخصص في الحاجه دي. طيب. بيحدد له مكان الحوض ومكان الحاجات اللي بتتعمل تحت السيراميك. احنا معانا صور هنا على الشاشه برده. تمام. مطابخ جميله جدا، اشكال حلوه قوي انا شايفاها قدامي برده. خامه كلادن. الميتال. تمام. كله والحشو بتاعه بيكون من الدواخل الفايبر، وبرده الفايبر عامل مفيش اي مشكله منه عشان الميه والحراره والكلام ده كله، بس طبعا احنا بنواكب العصر اللي احنا فيه دلوقتي، البولي لاك واللامي جلاس الوانهم جميله وزاهيه وبتبقى كلها مطلوبه،
ففي عرايس تانية بتبقى مثلا امكانياتهم مش جايبه يعني متر مثلا ماديا. متر البولي لاك واللامي جلاس بيكون عالي جدا. اه فاحنا بنجيب الالوان اللي هي موجوده في البولي لاك ونشغلها في الـ في الـ في اليو في او الكلادين اللي هو الحشو الالومنيوم، بيكون فرق مثلا ممكن من 400 جنيه او 500 جنيه في المتر، فبيكون موفر. وده برضو حلو جدا، ده برضو نفس ده اكليريك. اه ده اكليريك. الخامه بي في سي برضو خامه محترمه، وفي منها اللامي جلاس والبولي لاك والخامات كتير منها، بس هو اعلى حاجه فيهم اللامي جلاس والبولي لاك. اه وفي حاجات طالعه جديده برضو لسه برضو بنبحث عليها يعني ان شاء الله. حلو قوي. وده برضو كلادين بس لون تاني. اه ده جميل جدا. في مطبخ تاني هيجي ده اكليريك برضو. اه ده تحس ان هو خشب، هو الواح بتيجي جاهزه بتتقص وبتنزل لها شريط، طبعا بتكون منها خامات برضو، كان في منها خامات رديئه. طب ايه بقى اللي بيميز انواع المطابخ عن بعضها؟ يعني حضرتك بتقول في اللي هو الانواع، انت حضرتك بتقول فيه كلادينج. هو انا باخد من العميل فكره الذوق بتاعه الاول او اللون اللي هو اللي حبه، اه وعلى اساسه انا بنسق معاه، بيكون بالي طويل قوي معاه وبحاول ان انا اخلي التواصل على على على, على, على حضرتك بتعرفه ايه الفروق اللي بين الانواع وبعضها معاه. ممكن ساعات الزبون يبقى مختار لون وهو اللون ده مش عاجبني، اه ومتمسك شايف ومتمسك بيه، ما ينفعش ان انا اقول له لا اللون ده وحش وما تعملوش الكلام ده كله. انا حصل معايا قبل كده وعملت نفس الالوان اللي الزبون عامل، اللي انا ما كنتش مقتنع بيها ورجالتي في ورشتي مش مقتنعين بيها، طلع من احسن المطابخ اللي انا عملتها. اه لان اللون اساسا ما كانش موجود في الفواتير الفايبر والكلادن والكلام ده كله، انا جبت شيت الومنيوم صاج الومنيوم ودهنته من نفس اللون الدرجه اللي هو عاوزها بالظبط، فبالتالي اللون كان طالع لون جديد. اللون ما كانش موجود اصلا. اه حضرتك حليتها بكده بقى. حليتها ما هو اللون غريب. هو كان معايا برضو في الورشه معلمين وصناعيه، ناس كبيره برضو كنت فاهم، فهم يعني هم بيقولوا لي مثلا قول للعميل ان انت مختار لون غريب، اللون المؤاخذه كان بطيخ تقريبا. أوه. ولون تاني انا شايف ان اللون جديد واللون جميل، يعني انا شايفه كده. طب انا ليه اقول للعميل ان مفيش مش موجود او مش متاح، انا اتصرف بقى وان مش فاهمين ودور على حاجه تانية بديله او لون تاني بديل يكون موجود. لا انا بدور، بروح بنزل القاهره بدور، ممكن اروح في اي حته، ساعات بروح الزقازيق بروح المنصوره بدور على الحاجه المتوفره اللي هي موجوده اللي العميل عاوزها، ولو ما لقيتهاش بحلها باي طرق من الطرق، بجيب الشيت وبدهن اللون اللي هو عاوزه وكل حاجه بتبقى متاحه. لان لو هندور على الالوان الموجوده ومش موجوده يبقى احنا كده هنضطر ان كل يعني 70% من العملاء هقول له ان ده مش موجود اختار ده اقرب، وده مش موجود اختار ده عشان يمشي. فهماني؟ لا انا بسيب العميل بذوقه. ولو عملت المطبخ وما عجبش العميل، يعني مثلا هو ذوقه ورايه وما عجبش العميل، ما بقولوش لا مش هعمل مثلا، او انا عملت مطبخي او الكلام ده كله، انا كده انا بخسر زباين او بخسر العملاء. لا انا معاك، طب نغير لون ايه تاني؟ فاهم ازاي؟ بجرب باخد الحشو الخارجي اللي انا عملته بتاع الدرف ومثلا بركنه وبجيب حشو جديد وبعمل لون تاني جديد لحد لما هو يقتنع بالحاجه. انا بالنسبه لي فرشتي يهمني العميل يكون مبسوط جدا وعارف ان انا معاه مره واثنين وثلاثه ومتواصل معاه على الواتس اول باول، وممكن اغلبيه العرايس دي اللي انا بمر بيها يعني. حضرتك ماشي مبدا ان انا ارضي العميل. يعني هو ده ارضاء العميل حتى لو هو نمبر 1 عند حضرتك. مش كل الناس كويسه بس أكيد. مش كل العملاء اغلبيتهم، في ناس بتكون يعني المؤاخذه ايه يعني قلبها جامد شويه يعني ما بيهمهاش. ازاي انا ممكن يبقى هو اللي مختار الحاجه او هو اللي طالب الحاجه بالوصف ويقول انا ما قلتش كده ما عملتش كده. طبعا ده انا عندي عقد، يعني عندي حاجات وبعمل عقد باسم المكان وبكتب كل حاجه، بس انا ما بفرضش عليه لا انت لا انت اللي قلت او كام، لا انا عاوز يبقى مبسوط. طب لو جت لحضرتك بقى عروسه او مش بالشرط تكون عروسه، مننا كتير بتبقى حابه تغير في الديزاين بتاع مطبخها بعد ما تتجوز بكام سنه، فبتزهق وعايزه تجدد وتغير، بتطلع حاجات جديده، حاجات عصريه، حاجات مختلفه، حاجات شكلها شيك وحلو. تمام. فبتبهرنا كلنا كده على فكره. تمام. لو جت بقى واحده وجايبه ديزاين معين، صوره معينه، وحابه تنفذ نفس اللي في الصوره بس المكان عندها مش مناسب للصوره دي. بنصك يا فندم، باخد مقاس المكان بتاعها وبظبط الصوره عليه. طب هي ممكن تكون جايبه حاجه ضخمه جدا، 40 35 30 يعني بكنس من كل حاجه بحيث ان انا ادي الشكل برده كانها اللي هي نفسها، بيدي نفس الشكل وانا برده لو في حاجه يعني مشكله كبيره او مساحه حاكمه فيها بديها حلول تانية بحيث ان انا برده اقرب من الشكل على الاقل 90% 80% عشان هي تبقى شايفه ان انا مجتهد في الحاجه دي، وبرده انا متواصل معاها لحد لما طلعت الحاجه اللي هي عاوزاها ان شاء الله. يعني انا شغلي وعملي في اسكان في المطابخ، وانا المطابخ بالنسبه لي هوايه، شغلها وذوقها والحاجات دي كله، انا نفسي ان انا لما اخذ وعندي طموح ان انا اعمل حاجات باشكال او بخامات ممكن تكون مثلا ايه نادره، يعني ممكن ان انا مثلا حاجه مميزه مثلا ساعات ممكن ان انا مثلا اعمل درف
اعملها بيضاوي كده، واخد بالك انت، واركب كلادن بومبي. وافتح في الكلادن واركب اضاءه من جوه، حاجات زي كده بتخلي المطبخ يدي بتلعب شكل برضو في الاضاءات، عاملين حاجات زي كده كتير. الاضاءات برضو شغاله. بنحاول ان احنا نجتهد في مهنتي، وان انا حضرتك مطابخ بس ولا في حاجات تانية؟ لا انا عندي ورشه مطابخ منفصله، ورشه ابواب وشبابيك الومنيوم وبيبسي منفصل، بس هو انا بالنسبه لي الحاجتين اللي بحبهم اكتر حاجتين في المهنه بحبهم بالنسبه لي المطابخ، عشان فيها فنيات كتير وفيها لعبكه كتير، وانا بحب ان انا يعني ادوس في حاجه زي كده، والواجهات عمدا. تمام. طب احنا عندنا بقى كل مهنه، كل مهنه بيبقى فيها صعوبات، بيبقى فيها مشاكل، تمام، بيبقى فيها حاجات كده بتقابلنا احنا ما بنرضاش عنها في بعض الاوقات. ايه الصعوبات والمشاكل اللي ممكن تقابل حضرتك وحضرتك مثلا بتنفذ حاجه، او حضرتك مثلا في اثناء الشغل في حاجات كده ساعات بتوقفك، ساعات بتخليك تقول لا انا مش هقدر اكمل؟ بالنسبه للموضوع ده بيبقى هو العميل ان هو العميل ان هو ممكن مثلا يعني بيخلق المشاكل، زي يعني يقول لا انا عاوز اعمل حاجه دي وهي اصلا مش تنفعش، بس بدي له حلول وباجي اقول له مثلا طب نعمل كده، طب نعمل كده، بيكون هو قافل. فدي الحاجه الوحيده. بس انا يعني انا حتى لو العميل معانا، حتى لو العميل مثلا هو بيعمل مشكله او كام ده، كنا بتهاوب معاه لحد لما هو لما اخذ يعني اللي هو يحل بنفسه يعني، فانا ما بسيبوش. بعيدا عن العميل بقى، بس هل في مشاكل بتواجه المهنه نفسها؟ يعني مثلا ممكن تدور على ماتيريال معينه، خامات معينه مثلا وما تلاقيهاش، الوان معينه وما تلاقيهاش، ارتفاع الاسعار المتزايد اللي طبعا غصب عننا بنيجي احنا عايزين نعمل الديزاين المعين، لا والله اصل سعره رفع. تمام. بتعمل يعني بتعمل ايه؟ كل حاجة بتحلها ازاي؟ كل حاجة في السعر ليه بديل، يعني حاجة عالية في من زي البولي لاك في بديل ليه لما مؤاخذة في سعر اقل منه بكتير. بس اكيد مش نفس الجودة. لا مش شرط، بيبقى راكع على الصنايعي يعني او على الفن اللي شغال بايده. تمام. بص يا فندم، المطابخ عامة اللي يفرق فيها الخامة الأساسية اللي هي الشاسيهات بتاعتها، لازم تكون محملة، ولازم يكون المسمار مربط محرق ما يفوتش الكلام ده كله. الاكسسوارات لما مؤاخذه في اكسسوارات مثلا مفصله مثلا ب 5 جنيه، في مفصله لحد 35 جنيه. كل حاجه بتتظبط، وانا العميل اللي بيختار، انت عندك ده هيبقى متر قد كده، وعندك دي متر قد كده. بس انا ما ينفعش اخبي على العميل المفصله لما مؤاخذه مثلا تكون غاليه، وهو عاوز يعني في مفصلات مثلا هي الباكن او مفصلات احدث منها السوفت، في حاجات نازله جديده كتير انا لازم اعرضها على العميل، مش كل العملاء ما بيرضوش. بتوري له الحاجه القليله في الاكتر في الاكتر، وهو يقارن على حسب مادياته هو على بيختار. على حسب مادياته هو. بس انا برضو بيهمني ان انا العروسه تكون مبسوطه، ما في دي اهم كتير. حاجه دي اهم حاجه. في عرايس كتير بتبقى نفسها تعمل احسن حاجه، وبرضو لما اخذ امكانياتها محدوده، فبالتالي دي انا ببقى ليها يعني اغلبيه العرايس عندي بيبقى لهم نظام في شغل معين. هنعرف دلوقتي هنعرف. انا كنت لسه هسال، بعمل كل حاجه ان شاء الله نفسها فيها. ايه بقى العروض اللي حضرتك بتقدمها من خلال البرنامج انت اجمل، وكل عروسه هتيجي نفسها في حاجه تروح لاستاذ وائل على طول؟ انا معرضي اصلا مطابخ واكسسوارات مطابخ، انا اخد توكيل ويلميكس، ده قطعات اكسسوار ستانلس، حاجات نظيفه وستانلس اصلي يعني ما فيهاش مش طلاء ستانلس او الكلام ده كله. بحاول ان انا المطبخ بعد ما بتعمل بحاول ان انا مثلا اظهر مطبخي، بركب ماسوره ستانلس وحروف اس، حامل كاسات، حامل مقات، رشاء ستانلس، الحاجات دي كلها فور فري من حضرتك للعروسه مجانا. مطبخي يبقى يحكمني ان هو يكون مثلا ارتفاعه عالي شويه، لو انا مثلا العروسه طلبت او العميل طلب ان انا ازود الارتفاع او الكلام ده كله، ساعات العروسه بتكون قصيره ازاي، فبرضك انا بظبط بعمل من نفس الخامه ومن نفس اللون زي كرسي كده، كرسي عشان تقف عليه، بتقف عليه وبالطول حاجتها مظبوطه 100 100، وبيبقى مرمي في الارض وخفيف جدا، بتحركه برجليها وبتطلع تجيب كل حاجه، ما فيش اي مشكله منه. وجوه المطابخ برضك انا يعني بحب ان انا ايه، عارفه انت زمان كان في النجار كده، النجار بتاع العيله، اللي هو معروف شغله ايه ومقاساته ايه والكلام ده كله، فمقاسات المطابخ ليها مقاس المفروض ان هو بيبقى يكون ستاندر، العرض اللي تحت بيكون 40 45، في ناس بتعمله 50 وفي ناس بتعمله 60 على حسب المواصفات المطلوبه، واللي فوق بيكون من 30 لحد 40، اكتر من كده لما بيزيد اكتر من كده في العرض بيكون مشكله، لان ده بيكون حمل على الحيطه وعلى الشاسيه نفسه بتاع المطبخ يعني. فانا بحاول ان انا ايه يعني ما بقاش المطبخ ضيق، بحيث ان مثلا ست البيت لما تيجي تقفل مطبخها ما يبقاش لو في حله كبيره شويه ساعات تلاقي الدرف مواربه. لا انا بعمل تحت بيكون عرضه 50 وبخليه ستاندر. الزبون بقى لو هو عاوز يوفر
طب ماشي، احنا الطبيعي بتاعنا 45، انا ممكن اخليها 45 وننزل مثلا في التكلفه، واللي فوق نفس النظام ممكن ننزل 5 سنتي في العرض او في الارتفاع او الكلام ده كله، وبرده بيبقى على مزاج العميل في التكلفه. واخد بالك في عملاء بيجي يقول لي انا عاوز اللي فوق ارتفاعها متر ومتر و10 ومتر و20، وفي ناس بتيجي تقول لي انا عاوز لحد السقف. كل واحد على حسب راحته، بس هو برده لازم ان الواحد يقسم، لازم الواحد يكون في اشكال. انا مثلا عامل باكيتين في بعض زي المطبخ الخشب اللي كان هنا موجود دلوقتي اللي هو الكافيه. ما ينفعش ان انا اخليه مثلا يبقى كله مفصلي، لازم ان انا اقسم الشكل يكون جميل، اعمل ضرفتين قلاب مع ضرفه مفصلي. جميل. ارسم حرف ال حرف يو الكلام ده كله. بجد احنا استفدنا كتير جدا من حلقه حضرتك النهارده ووجودك معانا، بجد شرفتنا ونورتنا. استاذ وائل سيد عبد التواب، متخصص في فن الديكورات المطابخ، صاحب براند دكتور كيتشن محافظه الاسماعيليه، اهلا بحضرتك ونورتنا وشرفتنا، وبجد كانت حلقه ممتعه ومميزه جدا. شرفتوني مشاهدينا الاعزاء، ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، ولنا مني ومن اسره البرنامج كل اطيب التمنيات، واشوفكم في الحلقه الجايه. السلام عليكم.